السلام عليكم. ما عندكمش عينه جاتكم، عندكم ربي اللي جاتكم. جويه لي فاكونس، جويه فاكونس، بون فاكونس، بون فاكونس. جاتكم لي فاكونس دي سيدي زكريا. ثرت نشرب الماء البارد في الليل، الخرطوطه تاعي ولاو لي بلاي بلاي تاع التنس، وعندي اسمه الروماتيزم تاع اسمه تاع 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 لا فيبر. انا لقيت روحي مطيش في الدار. فوالا ما ربي يرحمها كانت دير لي تيزانه بالعسل والقارص. ضلع قلبي بالقارص جاتكم، منين مرات دير القارص؟ اي مرضى دير لي القارص تديني حوته. المهم اني لي فاكونس اللي راكم تدعوا لي عليهم، اني عقبتهم في الدار مع لا مارتين قال الجيريان الكازينو تاع الجزائر، هذا كتبوه عبد الرحمن حاج ناصر، هذا هو اللي كان حاكم البنك، هذا هو اللي كان حاكم لنا الفلوس. دوكا كتب عليهم كتاب وقال لنا كيفاش المنظومه تاعنا راهي تضربك في الجزائر. المهم ولا حتى حوايج بزاف في الجزائر في السمانه هذه، استناونا حتى خلصنا الموسم وبداو يتيروا على بعضهم. المهم خاوتي، الحلوى الحاره دي مليحه، ضربه للقرشوطه، وهذه تيروزيت سالي، تيروزيت ثاني مليحه، هذه تيبس لك القرشوطه وتيبس لك سالك تولي تاكل نابورت كوا، تجيك مليحه. هذه واش يسموها في لي زانجليز، يسموها لمسيب، هذه لمسيب اول ان اون اول ان وان. كنت رايح فاكونس لواحد اوتيل اول انكليزيف، جابوا لي دوا اول انكليزيف جدك، هذا ضربه لكلش. انا محيرتني حاجه خاوتي، لقيت صالح تريبر كاربيراتور ولا ناس مليح، الناس كلهم يسلموا عليه ويشتيوا وراهم يثمنوا في المواقف تاعو. قال لك هو اللي راح يخرج لنا ولاد فرنسا. سي محمد قلت لكم الايادي الخارجيه فيها النش، هادو دوك اللي راهم يقولوا باللي قايد صالح ناس مليح، كانوا بكري يقولوا باللي قايد صالح هو رب الجزائر الحقيقي، مش عميد التوفيق. افسد عسكري عرفته الجزائر ولا ناس ملاح. سي محمد عسى تشوف، ما تمنوش اخي اياك تسمعوها ففيها سم مختبئ، شعارات مزخرفات على الجزائري تشترئ، وافكار مزيفات عليها اليوم تتكئ. ام يهفوا فينا خالد. سي محمد اقرا الكتاب هذا، مارتن قال الجيريان مليح. عرفت اني لها اللي راهم يطربقوا في بلادنا ويخلقوا في الفتنه في غردايه كما كانوا يديروا في القبائل. لماذا؟ لان الدوله القويه توحد شعوبها ايا كانت لغتهم. عرفت بلي في الهند كاين 4000 لغه، حاشي نورمال، اكبر ديمقراطيه في العالم. سي محمد حنايا نورمال مورانا عايشين على تربيه بكري خي لي زامازيغ و سويفا الإباضيين المالكيين اليهود كانوا كل عايشين طريق ربيع، جاو هادو حاشو يطربوا كل البلاد خاوتي. والأدهى والأمر ليس أعداء البلاد، ليس أولاد فرنسا، الناس الذين يصفقون لهم كما قال نابوليون، قال أكره ما أكره ليس عدوي الذي يحاربني، لكن الناس الذين يعطون لبلدهم على طبق. آسي بن قفريط دوكا راحت هي ما قدرتش تتعلم العربية، تحوس تعلم من أولادنا البن غبريطية. الله لا يتربحك كي انت كي جدك. اقراو على جدها ثاني، اي جدها تري تري سامبورتون، اقراو لي ستوري تاع بلادكم يا جدكم باش تفهموا واش راهو صاري. 850 طلب تاع التيشيرت. سي محمد نهار كنا نقول لكم ديروا حل من بلادي واحد ما حبه، واحده تقول لي انا ندير بلاد سواره، واحد يقول لي انا ما نديرش نكتب لك حل من بلادي، ما نعقبش دوك تحوسوا على التيشيرت راه طبق. انا كنت منيت كان كل الجزائري نعطيه تيشيرت والله. تخرجوا على صعيد واحد واش قالوا في الجورنال. الويب تمنوا مش خاوتي اما يحوسوا يدونا الزرداب، كل هذه الامور التي تحدث الان في الجزائر حاسوا شعلوا في النار خاوتي. تخيلوا دوكا يحلوا البنك الصباح يدخلوا 50 ويخرجوا الناس برا، تقولوا اعطيني مليون يقول لك نعطيك 500 دولار، خلاصوا الفلوس بح. سي محمد ما صرا فينا الباطل خاوتي، صرا فينا الباطل كي كان البترول 150 دولار، ما بالكم دوكا كي يلحق 40 دولار.
سي دي كريمينال خاوت. لو بلو غران كريم تاعهم هما انهم خلاو من الجزائر عايشه غير بالبترول. احنا رانا نتفرجوا مزال دوكا كاين الناس يقول لك بوتفليقه ناس مليح، والناس اللي راهم معاهم ناس مليح. سي محمد طلع في براعتكم خاوتي، ادعوا لنا يرحم والديكم الحجاج، ادعوا لنا خالتي وانتم اللي راكم ربي سبحانه وتعالى وسترنا على جيلكم. للباقي هذوك كل فيهم من خاوتي، حتى الايادي الخارجيه اللي راهم يقطعوا في النظام انا دوك وليت نشك فيهم، وليت نشك في جدهم وكل بصحتكم. اتوقع ان شاء الله ربي يحفظكم وتطلعوا في بعضكم.